مرحبا بكم في قناتي. في فيديو جديد، إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك الإعجاب وتعليق جميل مثلك. البداية من تركيا، حيث أثار إفراج السلطات التركية عن سائق أجرة قتل مواطنا مغربيا خلال شجار في اسطنبول استهجانا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت مشاهد صورتها كاميرا مراقبة تعرض المقيم المغربي محمد دومان للكمات عدة قبل ارتطام رأسه بالأرض، الأمر الذي سبب له نزيفا دماغيا أدى لوفاته خلال دقائق، حيث أكدت مصادر تركية أن سبب الشجار هو رفض سائق الأجرة نقل دومان إلى وجهته. تنضم إلينا من الرباط مراسلة عفاف بوشيخي. عفاف، ما هي ردود الأفعال التي أثرتها هذه الحادثة في المغرب؟ نعم، إذا إلى حد الساعة على المستوى الرسمي لا توجد هناك ردود فعل إن من طرف القنصلية. نعم عفاف، هل تسمعيني عفاف؟ قضية نعم نعم، فقدنا الاتصال قليلا بك. لو نعم، إذن قلت مرة أخرى كيف هي ردود الأفعال؟ نعم، إذا كنت في الاستماع أؤكد أنه على المستوى الرسمي لحدود الساعة ليست هناك ردود أفعال إن من جانب القنصلية المغربية في إسطنبول أو هنا على المستوى الرسمي من طرف مثلا مجلس الجالية أو على المستوى البرلماني، على اعتبار طبعا أننا نعيش فترة تستبق الدخول السياسي والبرلماني في شهر طبعا سبتمبر القادمة. لكن كان لنا اتصال قبل قليل بممثل الجالية المغربية في تركيا أيوب سالم، الذي أكد أن الجمعية تستنكر وبشدة ما طبعا تعرض له المواطن المغربي في تركيا، والمتحذر للإشارة في معلومات وردتنا اللحظة من مدينة فاس المغربية، غير أن أسرته، أتحدث هنا طبعا عن أبنائه وزوجته، يقتلون في تركيا تحديدا في إسطنبول حيث تم دفنه هناك. بالعودة إلى ما أفاد به المتحدث أو رئيس الجالية المغربية في إسطنبول، أكد أن الجمعية تتابع عن كتب ما ستسفر عنه والأحداث والمجريات القضائية في هذه الواقعة، وطبعا بدأت في مراسلة الجهات الرسمية لأخذ الخطوات المقبلة بخصوص متابعة هذه القضية، خاصة طبعا وأنها تأتي في سياق يتعرض له طبعا الأجانب وخاصة منهم العرب، وكما طبعا تابعنا مؤخرا ما تعرض له عدد من السياح العرب في تركيا. غير أن ممثل الجالية المغربية في تركيا أكد لحدود اللحظة أنه لا يمكن ربط ما تعرض له المواطن المغربي وقتله على يد سائق سيارة الأجرة بهذه الحوادث، معتبرا أنه ربما قد يكون حادث عرضي قد يحدث في أي زمان وفي أي طبعا في أي مكان، لكن ما سيسفر عنه القضاء التركي وكلمة القضاء التركي قد يكون لها طبعا الفصل وقد تثير مزيد من ردود الأفعال الرسمية في المغرب. لكن على المستوى طبعا الشعبي كانت هناك ردود أفعال مستنكرة على مواقع التواصل الاجتماعي لما تعرض له هذا المواطن المغربي الذي يقيم منذ أكثر من 12 سنة بتركيا رفقة أسرته، هو يبلغ من العمر 57 سنة، وطبعا توفي إثر نقله للمستشفى بعد تعرضه للضرب وكذلك سقوطه على الأرض وارتطامه طبعا بالأرض. إذن سنكون طبعا في متابعة أي ردود أفعال رسمية قد تصدر في الساعات أو في الأيام المقبلة حول هذا الحادث، وكما قلت ربما قد تكون مرتبطة بكلمة القضاء التركي الذي لا ندري إلى حدود الساعة، هناك أنباء متضاربة، ما إن كان بالفعل قد تم طبعا إطلاق سراح السائق وجعله تحت المراقبة القضائية والإقامة الجبرية بمنزله أو إعادة اعتقاله مجددا، وهذا ما أكده لنا قبل قليل كما ذكرت أيوب سالم ممثل الجالية المغربية في تركيا. نعم نعم عفاف بوشيخي مراسلة المشهد، كنت معنا من الرباط، شكرا لك على كل هذه المعلومات. ينضم إلينا من اسطنبول أيوب سالم رئيس مؤسسة المغرب الخاصة للجالية المغربية بتركيا. سيد أيوب أهلا بك. في البداية، ما سبب الخلاف الذي نشب بين سائق التاكسي والضحية المغربي والذي أدى إلى مقتل المواطن المغربي؟ نود أن نعرف التفاصيل منك. أولا تعازينا الحارة لعائلة الفقيد وإلى أفراد الجالية المغربية بتركيا وإلى الشعب المغربي. صراحة هذه الجريمة التي نستنكرها نحن اليوم كمؤسسة المغرب الخاصة بالجالية المغربية التي وقعت أمس في منطقة بايوغلو بإسطنبول، أنا أعتبرها صراحة وكما رأينا في الفيديو أنها جريمة ممكن أن تقع في أي وقت، وشجار ينشب بين سائق تاكسي في كل مكان، ولكن كما صرحت من قبل أن هذه
الجريمة التي وقعت أمس بإسطنبول جاءت بتوقيت سيء مع الأسف، لأننا الآن نلاحظ أن مجموعة من أصحاب التكاسي في مدينة إسطنبول مع الأسف يمتنعون على استحاب أي سواء كان تركي أو كان أجنبي. ما حصل أمس هو عبارة عن شجار. المرحوم المغربي طلب من سائق تاكسي الوقوف، ولكن السائق التاكسي لما عرف أو لما علم بأن المسافة هي قصيرة رفض الوقوف، مما أثار ردة فعل يعني هو من حقه ان يعني ينزل يعني في المكان الذي يريد النزول فيه، وان كان هناك اعتراض لسائقين التاكسي في تركيا على المسافات القصيره بسبب عائدها المادي البسيط، فلماذا يعني لا يتوجهون بالشكوى الى يعني الجهات الرسميه بدل من صب غضبهم على يعني الركاب؟ هو في هذه الحالة إذا المواطن المغربي أو أي مواطن كان تركي ولا أجنبي قدم شكوى إلى المصالح وإلى البلدية وإلى السلطات التركية أن هناك سائق تاكسي رفض أن يأخذه، فسيعاقب صاحب التاكسي طبقا للقانون. ولكن حاليا يوجد هناك غضب في الشارع مع الأسف، خصوصا في مدينة إسطنبول، والذي تتحمل المسؤولية هي البلدية مع الأسف في هذا التصرف. أنا كذلك وقعت في نفس المشكلة قبل فترة، لأن مع الأسف أصحاب التاكسي لا يريدون استحاب أي فرد، والحادثة التي صارت هي حادثة سجار بين اثنين. ولكن الذي نستنكره اليوم والذي نحن اليوم كجالية مغربية وكمؤسسة مجتمع مدني نستنكر استعمال العنف، نستنكر الضرب، نستنكر ما شفناه على الوسائل التواصل الاجتماعي في الفيديو الواضح الذي يبين. بكل تأكيد سيد أيوب الجميع يستنكر العنف، لكن يعني هناك أحاديث عن إطلاق سراح الجاني في هذه الحادثة، فهل هذا صحيح؟ أود أعرف هذا منك. كذلك هل إن تم الإفراج على الجاني فهو إجراء قانوني؟ لا، نحن في الساعات الأولى سيدتي تابعنا الموضوع وبلغنا المصالح الرسمية سواء المغربية وبلغنا المصالح التركية، بما أننا اليوم نحن مؤسسة مجتمع مدني تعني بالجالية المغربية قمنا بمراسلة اللازمة مع جميع الجهات، وكذلك حتى الاطلاع على الرأي العام وتبليغ المحامية التي معنا في المؤسسة. مع الأسف في الساعات الأولى تم القرار من المدعي العام على الإقامة الجبرية، ولكن بعد تحركات السلطات المغربية هنا في إسطنبول مشكورة، وكذلك تحركات الأفراد المؤسسة المغرب بالميدان وبالتنسيق مع مجموعة باتصالاتنا مع مجموعة من مع الجهات الحكومية وغير الحكومية تم إلقاء القبض على السائق التاكسي. والآن نحن ننتظر القضاء، لنا كل الثقة كمجتمع مدني وكجالية مغربية في القضاء التركي، والذي هو الذي سيفصل في هذه الحادثة، لأنها الحادثة مع الأسف ممكن تأخذ أبعاد. ولكن اليوم المعارضة التركية تريد أن تأخذ المجرى إلى خطاب آخر وإلى خطاب العنصرية والكراهية. نحن نرفض أن يستغل هذه الحادثة. يعني حضرتك سيد أيوب تعتبر أن هذه الحادثة هي حادثة فردية وليست يعني حادثة عنصرية ضد يعني جالية معينة في تركيا؟ نحن سيدتي قبل شهر نحن نتابع مع السلطات التركية والمجتمع المدني التركي ما يقع الآن في تركيا والمشاكل التي تعاني منها تركيا، ونحن بدورنا اليوم بما أننا نمثل الجاليات العربية هنا في البلد يجب علينا ضبط الأمور، وعلينا كذلك أن نكون ننتبه ما يكون يروج على السوشيال ميديا. ما حصل البارح فهو حادث ممكن أن يحصل في أي وقت، ولكن نحن لا نريد لهذا الفقيد أن يضع حقه. نحن نريد القضاء التركي أن يأخذ مسراه، ونريد إذا كان السائق فعلا يثبت أنه قتل عمدا أن يأخذ الجزاء وأن يتابع، ونحن كذلك سنتابع هذا الملف مع النيابة العامة ومع المحكمة التركية ومع كذلك المصالح والمصالح المغربية. بالمناسبة أنا في تواصل معهم مباشرة، يقومون بساعات متأخرة من الليل أمس في استخراج تصريح الدفن، وكذلك كان عملية الدفن قبل قليل بمدينة إسطنبول. صراحة الفقيد ترك وراءه عائلة وأسرة، وهذه الأسرة لا تسأل على أي شيء، فقط تريد أن القانون يأخذ مجراه، ونريد الكلمة للقضاء. نحن لنا ثقة في الحكومة التركية وفي القضاء التركي، ونتمنى في الساعات القادمة أن نسمع أخبار يعني تليق بهذه الحكومة وتليق بهذا البلد، لأننا لا نريد أن يأخذ هذا المشهد إلى خطاب الكراهية وإلى العنصرية. وأنا
أوجه رسالتي إلى القادمين إلى تركيا تفادي يعني أصحاب التكاسي واستعمال المواصلات العامة لكي لا يقع ما وقع لفقيدنا رحمة الله عليه. وصلت فكرتك السيد أيوب سالم رئيس مؤسسة المغرب الخاصة للجالية المغربية بتركيا، شكرا لك على المشاركة.